نشرة الأخبار على الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشيبي من القيروان يؤكد أن شهر رمضان هو شهر التقوى والعبادة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتطوير التعاون مع تونس في مجال الطاقة. وأنيس خربيش يؤكد أن استقرار الأسعار مرهون بالمراقبة الاقتصادية لتجار التفصيل. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الجهوي. أدى وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشيبي زيارة إلى مدينة القيروان اليوم بمناسبة شهر رمضان المعظم، وأكد الوزير أن دور الخطاب الديني هو التحسيس لمكافحة كل المظاهر السلبية والظواهر، مشيرا أن هذا الشهر هو شهر الضرب على المحتكرين. التفاصيل في تصريحه لمبعوث الحياة فام الزبير العياري. شهر رمضان إن شاء الله سوف يكون شهر عبادة، شهر صلوات، شهر ذكر، شهر صلة أرحام، شهر بر والدين، شهر تفقد الأيتام، شهر إكرام الضيف، شهر المسامرات والوئام والود العائلي، وكذلك سوف يكون شهر عمل، وسوف يكون شهر للضرب على يد الغشاشين والمحتكرين والمضاربين والذين يعني المطففين الذين توعدهم القرآن. فدور الخطاب الديني هو التحسيس والتوعية وإعادة الاعتبار ومعاضدة جهود الدولة على الأقل نقول لمحاصرة هذه الظواهر حتى لا تتفشى. وكانت ولاية القيروان في الأسبوع الماضي لها حملات مباركة في مقاومة الاحتكار، شأنها شأن سائر الولايات، ولكن هناك التميز في الوقوف على مثل هذه الظواهر التي من شأنها أن توقع العداوة والبغضاء بين الناس، فمن غشنا فليس. وأضاف أن الوزارة عدت برنامجا ثريا من صميم الواقع هدفه الأساسي النهوض بالبلاد بحلول تونسية. التفاصيل في التسجيل التالي. وسوف نقوم إن شاء الله بعديد الأمور التي يعني من شأنها دفع الجانب الثقافي بالمشاركة مع كل الجهات والوزارات المعنية التي كلها أعدت برنامجا ثريا، ونحن نحتنا شعارا لهذا العام من صميم الواقع، وهو شعار وزارة الشؤون الدينية: رمضان عبادة وعمل، لا احتكار لا كسل. فدور الدعاة في هذا الشهر الكريم هو مقاومة مكافحة السلوكيات المرضية والسلوكيات اللا مرغوبة مثل الكسل والتقاعس والركون والتثاؤب والخمول. فبلادنا تحتاج في هذا الظرف بالذات إلى التشمير على ساعة الجد، إلى مضاعفة الجهد، إلى التضحية، إلى الفداء، إلى نكران الذات، حتى نقوم سندا للتنمية في بلادنا، وحتى ننهض ببلادنا بحلول تونسية. من جهة أخرى، دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم برجب أصحاب ومستغلي مخازن التبريد وأصحاب كمية التفاح والموز المخزنة بها ومختلف المتعاملين بمسالك توزيع هذه المواد للالتزام بداية من 22 من شهر مارس برفع مناسق تزويد أسواق الجملة بالكميات الكافية يوميا من هذه المنتجات وضمان تنوع أصنافها وأحجامها وجودتها. كما طلبت الوزيرة في بلاغ لها أن تتضمن كل عملية تزويد كميات متوازنة من مختلف الأحجام والنوعيات المتوفرة وتقدير الكميات الكافية حسب الحالة باعتماد معدلات التزويد خلال شهري جانفي وفيفري زائد 20% على الأقل. في سياق آخر، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار مع قناة الجزيرة أن تونس تتعرض لمؤامرة، مؤكدا وقوف الجزائر إلى جانبها. وأكد تبون في تصريحه أن الجزائر تقف معها أحب من أحب وكره من كره. وللإشارة، فإن الوزير الجزائري أجرى يوم أمس حوارا مع قناة الجزيرة تطرق من خلاله إلى العديد من المواضيع على غرار القضية الفلسطينية والمغرب وزيارته المرتقبة شهر مارس إلى روسيا، بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية. في سياق آخر، أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خربيش أن استقرار الأسعار مرهون بعمل المراقبة الاقتصادية وبمدى تطبيق هوامش الربح بالنسبة لتجار التفصيل في علاقة بارتفاع الاستهلاك بالتزامن مع شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى توفر المخزون لجل المواد الغذائية بشكل كافي على غرار البيض واللحوم البيضاء. كما أكد أن الأسعار بسوق الجملة مستقرة وهي عند مستوى أقل ذلك المسجل السنة الماضية، في حين أن المشكل الحقيقي للأسعار يكمن في تجار التفصيل وفق تعبيره. كما أشار لأن هناك نقصا في بعض المنتجات على غرار البطاطا وبنسبة 35%، بالإضافة إلى مادة الفلفل والطماطم التي سيتم توريدها.
وأفاد المتحدث بأنه تم فتح 3 نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في كل من تونس العاصمة والمنستير وولاية القيروان، كما سيتم فتح نقاط مماثلة في 4 ولايات وهي كل من سوسة، صفاقس، وباجة ومدنينة. في موضوع آخر، أكد المدير العام للجوار والسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية أن الشراكة مع تونس مربحة للطرفين وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتطوير التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين الأخضر مع تونس، وأضاف خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نيلة نوير الجنجي أنه يتعين دعم وتكوين اليد العاملة المختصة من مهندسين وإدارات في مختلف الاختصاصات الراجعة لوزارة الصناعة، ويؤدي زيارة عمل إلى تونس مع وفد رفيع المستوى مرافق له في خطوة جديدة لبحث عدة مسائل تتعلق بالتمويلات الخارجية والعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية أن بلادها تواجه ظاهرة تكتسب أبعادا لم تصل إليها سابقا، مضيفة أمامنا اليوم مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصاديا، وهو أمر تتعذر معالجته لأن صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات مع سلطات هذا البلد. وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ، أشارت ميلوني لأن ملف تونس هو ملف تعمل عليه كل يوم، مؤكدة أنها تطرقت إليه يوم أمس في حديثها مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية. كما تبعت المتحدثان المفوضية الأوروبية نفسها فكرت مطلع الشهر الجاري بالذهاب إلى تونس لكنها أرجأت المبادرة. دوليا، تعرضت مصر لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريشتر، وقال المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل أن مصر تعرضت لزلزال على عمق كيلومتر في الساعة 1:09. وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن مركز الزلزال يقع شمال شرق أسوان. ختاما، في أخبار العالم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الروسية أن اللغة الروسية ستظهر كلغة أجنبية ثانية في المدارس والكليات المصرية. أوضحت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، اتفقت وزارة التربية والتعليم في روسيا ووزارة التربية والتعليم الفني في مصر على إدراج دراسة اللغة الروسية في المدارس والكليات بمصر. ختام نشرتنا الأخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشيبي يؤكد من القيروان أن شهر رمضان هو شهر التقوى والعبادة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده لتطوير التعاون مع تونس في مجال الطاقة. وأنيس خرباش يؤكد أن استقرار الأسعار مرهون بالمراقبة الاقتصادية لتجار التفصيل. كانت معكم سيبر بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.